ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. النهارده بقى فيديو جديد هوريكم المشتريات اللي انا اشتريتها من محل البورسلين. الجوله اللي احنا عملناها مع بعض يا رب يكون عجبتكم وكان الفيديو حلو. بصوا الكرتونه زي ما هي، ما رضيتش افتحها، قلت نفتحها سوا ونشوف الحاجات اللي انا جبتها وافرجكم معايا. بس قبل بقى ما نبدا وافرجكم كل حاجه، ما تنسوش بقى تحطوا لايك، واللي اول مره يشوف قناتي يشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. بقى انا خرجت ساندي وعاصم عشان اعرف اصور لكم. من ساعه ما جبت الحاجه دي مش عارفه اصور خالص، مش عارفه ولا اطلع الحاجه ولا عارفه. بص عاصم بيمسكها يكسرها في بعض. فنفتح بقى مع بعض الكرتونه. وملك هي لا تساعدني بقى عشان اوريكم الحاجه. يلا يا ملك نوريهم الحاجه. بصوا بقى انا اشتريت ايه. بصوا بقى البولات الصغيره دي اول حاجه انا جبتها. بصوا هقول لكم طبعا اسعارهم عشان تبقوا عارفين. ان وريتكم الجوله اللي انا عملتها كان ان اماني معايا وقالت لكم على الاسعار. البندين اللي زي السكر اللي ساعدوني بصراحه ونقيت من عندهم حاجات جميله قوي، الله يبارك لهم. انا بشكرك يا اماني انت ونوريهم، بجد الحاجه تحفه. بصوا دي البولات الصغننه دي عجبتني قوي. بصوا شكلها عامل ازاي. دي الواحده ب 12.5، جبت الاثنين دول شكلهم حلو قوي. وجبت برضو بولتين تاني مربعين بقى دول. بصوا الشكل بيضاوي كده. بصوا بقى الشكل ده برضو عجبني قوي، رقيق قوي. بصوا برضو الواحده ب 12.5، اسعارها حلوه قوي، الحاجات حلوه. بصي تخشي المحل تبقي عايزه تشتري كل حاجه. بصوا دي الاثنين دول بقى زي بعض كده، قلت بقى نعمل بيهم شوربه بقى، نحط فيهم اي حاجه كده حلوين للدقه بقى بتاعه الكشري، الحاجات دي هتبقى حلوه قوي فيهم برضو. بصوا بقى الطاجن ده عجبني قوي، لونه حلو قوي. ده كنت جايباه ب85. كان فيه بقى منه الوان، في الاسود وفي الابيض وفي الاحمر. بصوا بقى البولات دي برضو للمولتن كيك بقى، تحطي فيها رز معمر. بصوا صغيره وعسل قوي، عجبتني قوي برضو. دي الواحده كانت ب25 جنيه، جبت منهم اربعه. بصوا شكلها عامل ازاي، حلو قوي. جبت أربعة اهم، بس اتندمت قلت انا كنت كملتهم ستة. مش اشكال المرة الجاية بقى اروح اشتري منهم اتنين تاني. شكلهم حلو قوي، تعملي بقى فيهم رز بلبن، تدخلي الفرن، هينفعنا في حاجات كتيرة قوي. فقلت يبقى برضو هعمل معاكم يعني اعمل معاكم الرز واعمله فيه وادخله الفرن. ام علي هنعمل مع بعض الحاجات دي كلها واوريكم بقى الطواجن وهي بتخش الفرن. بصوا الظهر بتاعها خشن، فده يعني يعرفك ان دي بتخش الفرن عادي ما حصلهاش اي حاجه، عشان تخلي بالك وانت بتشتري الحاجات دي. لو الظهر بتاعها، بصوا الملمس بتاعها خشن كده، فتعرفي ان دي بتخش الفرن مش هيجرها لاي حاجه. وهنجربها برده مع بعض. تمام بقى الاطباق الغرف دي برده عجبتني قوي. بصوا ده الواحد ب 30 جنيه. بصوا شكله عامل ازاي، حلو قوي بقى في تقديم الاكل اللي هيبقى شكله حلو قوي على السفره. حتى العرايس اللي بتجهز لو عايزه تشتري اطباق فرداني، والله المحل فيه كل حاجه هيعجبكم ان شاء الله. بصوا جبت منه اربعه. الواحد زي ما قلت لكم 30 جنيه. يلا هاتي هاتي اوريكم بقى الاطباق اللي بعدها. بصوا بقى دي الاطباق المسطحه. بصوا نفس رسمة مش عارفة واضح في الكاميرا ولا لا. بصوا ده كان الطبق ب30 جنيه برضه. الطبق كده نفس رسمة الطبق، بس شكلها حلو قوي في التقديم بقى وكده. بس انا جايبة منه رسمة تانية برضه، دي برضه زي الطبق الاولاني نفس الشكل، كله سعر واحد 30 جنيه. ده بقى طبق مختلف عنه، الطبقين التانيين دول شكلهم مختلف. بصوا ده مربع سادة خالص مفهوش أي نقشة. تخلي الكرتونة كده يا ملك شوية عشان أحطها حاجة، مش عارفة كده واضح ولا لأ. هو بس متطرب حاجة، بس عايزة تتغسل وهتبان. والله شكلها تحفة قوي وفي التقديم هيبقى حلو قوي. هنجرب مع بعض الأكل بقى ونحط فيه ونغرف ونشوف أشكالهم هتبقى عاملة ازاي. بصوا ده بقى برضو ده عجبني قوي، الكاميرا والله ظلمان وشكلهم حلو قوي والله. ده برضو للتقديم هيبقى شكله حلو. بص النقشه اللي فيه، بس ده ب 25 جنيه. بصوا شكله حلو برضو. انا جبت منه واحد بس قلت اجربه كده.
اوريكم بقى اللي بعده. جبت السرفيس ده، بس الحاجات دي شغل فنادق، حاجات تحفه قوي. السرفيس ده بقى مش فاكره كان بكام، بس هتلاقوه في الفيديو، والله مش فاكره. تهالي لا ب 65 جنيه جايباه ب 65. حلو برضو قوي في التقديم، الاكل هيبقى شكله حلو قوي. وريني يا ملا، بص بقى الطاسه بتاعت الايت البيت دي، واحده ب 35 جنيه. بصي فيها جميع الالوان، كنت نفسي اجيبها قوي من زمان لما رحت المحل ده، عجبني بقى حاجات كتير قوي. القلايات دي كنت بدور عليها، بصوا لسه بالكرتونه مشلتهاش. بصوا في بقى منها الاحمر والاسود كان في منها الوان ايه تاني يا ملك؟ مش فاكره، كان ابيض اخضر، كان في الوان كتير قوي، بس انا عجبني اللون ده والاسود. ما انا قلت لهم الاسود. بصوا ظهرها واحده ب 35 جنيه. هنجرب برضو بيها ونحطها على البوتاجاز ونشوف هتقلي معانا البيض ولا لا. جبت بقى منها اتنين بس شكل تاني، يعني دي المدوره، جبت منها المربع. الحاجات دي حلوه قوي، هتنفعنا ان شاء الله في رمضان والسحور والحاجات دي. طاجن بقى برضو، بص المربع ده حلو قوي برضو، ده برضو ب 35 جنيه. بص الظهر بتاعه برضو، هنجرب برضو فيه كل حاجه ونصورها مع بعض. برضو كان في منها جميع الالوان، دي برضو المربعه زي المدوره ب 35 جنيه. دي بقى العسل السكر، دي حلوه قوي عجباني. دي برضو طاسه تحطيها برضو على البوتاجاز، تحطيها في الفرن، حلوه قوي. هنفتحها معاكم، في منها جميع الالوان. بص اللون ده لون حلو قوي، بس انا قلت في التصوير مش هيبقى الاكل مش باين فيه، كنت نفسي اجيب الفاتحه، بس بقى هي لونها حلو مش وحش والله. دي ذوق ملك، هي اللي منقيه اللون ده. بصوا الوانها، في منها كذا لون، بصوا شايفين دي الوانها. انا كنت عايزه اجيب اللون ده، كان في منها انا جبت الاحمر والقرمش، فقلت اغير بقى. بصوا الوان دي، الوانها التانيه، دي الواحدة ب 75، بس شكلها حلو قوي عجبتني. بس اللون ده برضو كان حلو قوي، نفسي اجيبه، ان شاء الله اجيب منها واحدة تاني نفس اللون ده. بصوا شكلها عسل ازاي، دي زي ما قلت لكم ب 75، حلو قوي والله. يخش المحل ده بصوا تبقي عايزة تشتري كل حاجة، عندها كل حاجة بصراحة. اماني ونورهان الله يبارك لهم، يعني بقول لك يا نورهان انت واماني بجد الحاجة تحفة، والله بجد تحفة، ربنا يبارك لكم يا رب. اخر حاجه بقى المجات العسل دي، الواحد هي بصي قالت ب 30 اديتوني ب 25، هي بتتباع بالدسته وبالفرادون، يعني خدت منها ثلاثه. بصوا الوانهم حلو قوي، ده والابيض ده. كان عندها في الفيديو، اللي ما شافش الفيديو بتاع الجوله اللي انا صورتها لكم في بتاعت المحل، يخش يشوف الفيديو، انا صورت كل حاجه هناك وبالاسعار وبكل حاجه. كان في بقى مجرد اشكال والوان اللي انت عايزاه، حاجات الوان، في الوان كتير قوي، يعني بصي يعني تختاري اللي انت عايزاه. بصي هما الالوان دي، بصي دي ملك اللي اختارت ده الابيض بتاع ملك، وده ساندي اختارته، وانا اخترت اللون الاسود ده. كان في الوان بقى كتير قوي زي ما قلت لك، وده الواحد زي ما قلت لكم كان ب 30 اديتهولنا ب 25، ان شاء الله يعني اللي يروح يقول لها ان هو تبع ميرو شنل هتظبطه هناك ان شاء الله، وهتعمل لكم تخفيض. العنوان هسيبه لكم برده، انا كنت سايباه في الفيديو اللي فات بتاع الجوله، هسيب لكم برده العنوان ولينك الجروب ورقم التليفون عشان اللي حابب يشتري منها. بصوا والله هم عندهم حاجات حلوه قوي، ان شاء الله هتعجبكم. بصوا بقى دي الحاجات كلها اللي انا اشتريتها، وان شاء الله زي ما قلت لكم وعدتكم هصور لكم بقى في كل حاجه دي، ونشوفها هتخش الفرن فعلا ولا لا، وهتنفع هتبقى حلوه ولا لا لما تتحط على النار، هنجرب فيها. بس عجباني قوي الصغننه دي، والاطباق الغرفي دي برده والله عجباني قوي. وبصوا الاطباق دي انا هجرب لكم معاها، هنغرف فيها وهنعمل فيها حاجات حلوه، وفي فيديو جاي ان شاء الله هنعمل فيه تحدي انا وملك وساندي، عايزاكم بقى تخمنوا في التعليقات وتقولوا لي ايه هو التحدي اللي انا هعمله مع ساندي وملك، وهشوف بقى كلامهم مين فيكم اللي هيطلع كلامه صح وتفهمه صح. هو تحدي هيبقى نار يعني بصراحه.
واللي هيقول التعليق صح هطلع تعليقه وهظهره وهقول اسمه ان هو ده اللي فاز وقال التعليق صح. التحدي اللي احنا هنعمله انا وملك وسنتي، يا رب بقى الفيديو يكون عجبكم والحاجات الحلوه اللي انا جبتها دي كلها تكون عجبتكم. واللي ما شافش الفيديو بتاع المشتريات الجوله اللي انا عملتها في المحل هحط له اللينك برده في صندوق الوصف عشان يخش يشوفه. الفيديو عجبكم قوي وموجود فيه الاسعار كلها لكل بنوته بقى بتجهز لكل ست بيت عايزه تغير بقى في ادواتها وتغير في الحاجات بتاعتها، عندها كل حاجه. هسيب لكم اللينك عشان تتفرجوا على الفيديو وفي الاسعار وفي كل حاجه، والمحل يعني ما يتوهش، العنوان ما يتوهش. وهسيب لكم برده العنوان تاني مع اني كنت سايباه لكم المره اللي فاتت، في ناس كتيره سالتني هي بتوصل ولا لا، هي فعلا بتوصل محافظات وبتوصل لاي مكان. انتوا تواصلوا معاه على رقم التليفون او هسيب لكم لينك الجروب برده، ممكن تتواصلوا معاه على الفيس برده وتكلموها وهي هتوصل لكم الحاجه اللي حابب يعني واللي حابب يروح المحل في العنوان. يا رب بقى الفيديو النهارده يكون عجبكم، وما تنسوش مستنيه تعليقكم وتقولوا لنا التحدي الجاي اللي هنعمله ده هيبقى ايه، هشوف مين اللي تخمينه هيطلع صح. اشوفكم بقى على خير بفيديو جديد ان شاء الله. يا رب بقى الجوله تكون عجبتكم، وما تنسوش اللايك، انا شايفاكم، واللي ما حطش لايك يحط لايك. هستناكم بقى واستنى تعليقاتكم الحلوه اللي بتدعمني، واللي اول مره يشوف قناتي يشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. يلا باي باي.